السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد وبيس موبايل من جديد يا شباب. قبل 10 ايام نزلت مقطع، قلت لكم دعموه، اذا شفت دعم راح انزل بعد بيس موبايل. يا حبيبي ما شاء الله على الدعم، قريب من 200 الف مشاهده. شكرا يا شباب على دعمكم لبيس موبايل. اذا تردوني استمر بعد بسلسله بيس موبايل وتفتيح البقجات، اريد دعم خرافي وباذن الله راح نستمر بها. فاضغط لايك يا صديقي واشترك بالقناه وفعل زر التنبيهات. اذا انت جديد اشترك يا صديقي، اشترك، خلينا نوصل 300 الف مشترك بسرعه. اوكي، اليوم شنو عندنا يا شباب؟ بعد يوم الخميس طبعا، احنا انا جاي اصور يوم الخميس، بس راح انزل لكم مقطع ان شاء الله يوم الجمعه. اليوم يا شباب نزلت باكجات جديده، بس قبل لا نروح نشوف الباكجات يا شباب، خلينا نراويكم تشكيلتنا ونذكركم بالتشكيله اللي عندنا احنا حاليا. طبعا مثل ما تشوفوا رونالدو بالهجوم، ميسي ونيمار، اما وسطنا خارق الصراحه، الوسط عندي جبار. خولت جاي لعبه سي ام، فييرا وتوني كروس. عندنا بالدفاع خليت مثل نصايحكم، بيكنباور ظهير يمين، ماركينيوس قلب دفاع مع مالديني، والفونسو ديفيز ظهير يسار. حارس المرمى عندنا اوليفر كان. التشكيله الاحتياطيه اللي عندنا، شوف يا شباب رعب التشكيله الاحتياطيه. وبعد عندنا التشكيله الثالثه وكل اللاعبين اللي تحبوهم موجودين يا ولد. اوكي خلينا نروح نشوف شنو عندنا اليوم. اليوم يا شباب عندنا اول شيء نروح للاساطير، خلينا نشوف الاساطير اللي ضافوهم يا ولد. عندنا روماريو، عندنا فان باستن، بيرلو، كاسياس، وهذا منو هذا؟ ماثيوس. اوكي أوف. والله ماثيوس حلو يا شباب، ممكن يتطور ترى. ها ماثيوس 29 سنه. اوكي نفتح اساطير، نفتح واللي اريده يا شباب. كاسياس اكيد اريد كاسياس، هذه النسخه من كاسياس اريدها، واذا اجالي كاسياس راح يكون هو الحارس الاساسي، مو لانشي يا شباب، فقط لان بالنسبه لي افضل حارس، انا هذا الحارس احبه، بالنسبه لي افضل حارس بالتاريخ، بالنسبه لي، انت لك راي وكل واحد عنده راي. كاسياس وبوفون انا عندي افضل حارسين بالتاريخ يا شباب، بما انه عندنا كاسياس اسطوره فاكيد راح ناخذه، فيا رب يطلع لنا، نقول ان شاء الله يطلع. بعد من اللاعب اللي اريده روماريو طبعا عندي، ماثيوس بعد اتمنى يطلع ماثيوس، بيرلو اعتقد هذا شايب هنا 32 سنة. اوكي لا مو بيرلو يا شباب، ماثيوس وكاسياس، نقول ان شاء الله يطلعون، ما ندري ممكن ما يطلعون. اوكي الايكون مومنت اللي عندنا يا حبيبي، الايكون مومنت اليوم قوي، اليوم الصراحه الايكون مومنت اكو لاعب حيل اريده واللي هو كاكا ال 94، طاقته توصل 99 يا شباب، فكاكا الايكون مومنت كاكا هذا اريده، يا رب يجي لنا كاكا، نتمنى يا شباب انه يجي. عندنا بعد مالديني عندي، وانزاجي ما اتوقع راح استفاد من عنده، فكاكا بس كاكا اريده من الايكون مومنت، راح احاول ان شاء الله نطلع كاكا باذن الله. اوكي لاعبين الاسبوع عندنا، ابرز لاعب تقريبا هو محمد صلاح يا شباب، ما عندي محمد لاعب اسبوع و94، ممكن يتطور اكثر بكثير يا شباب، فراح افتح على مود محمد صلاح ان شاء الله، يا رب يجي. وبعد عندنا اسطوره من اساطير بايرن ميونخ، من ان شاء الله راح نشوفه اليوم، بس خلينا نشوف منو الاسطوره، منو الاساطير اللي متوفرين. اوكي عندنا خمس لاعبين، بيكنباور عندنا، رومانيجا ريده، اوليفر كان عندنا، البارو ليزارازو ما اتوقع استفاد من عندهم، فيا شباب يعني رومانيجا بس اذا اريد افتح، هو باكج مجاني اصلا راح افتح ان شاء الله. بشنو نبدي يا شباب؟ خلي نبدي، اعتقد نبدي وين يا مصطفى، وين تبدي؟ نفتح الباكج المجاني؟ خلي نبدي بالباكج المجاني، نقول بسم الله. اول باكج راح نفتحه اليوم يا شباب، واكيد اسطوره من اساطير بايرن ميونخ، يا رب ما يجي لي بيكنباور، وان شاء الله لاعب قوي اللي يجي. اوكي قدم يمين رومانيجي، يا رب يا رب رومانيجي، حلو حلو، هو رومانيجي بالفعل يا شباب، حلو 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 حلو، اجانا رومانيجي اللاعب اللي ما عندنا، واللاعب رهيب وجربناه بيس بلاي ستيشن، فاللاعب اسطوري ان شاء الله، واعتقد اول بدايه تبشر بخير ان شاء الله، اول لاعب اجانا رهيب. اوكي هل افتح لاعبين الاسبوع او افتح الايكون مومنت؟ خليني افتح الايكون مومنت، راح افتح واحد ايكون مومنت، نقول بسم الله، يا رب تخيلوا بس. اول واحد ماكو شيء يا شباب، مباشرة سكيب، ما يهمنا، راح افتح من هذول الاساطير، كل ساعة نفتح، شوف يا رب يجي، ما اجى شيء. اوكي ماكو واحد مهم تقريبا، روبن نيفيز، لا ماكو واحد مهم، راح افتح ثلاثة من الاساطير وبعدين ارجع على لاعبين الاسبوع والايكون مومنت. اسطورة يا شباب، يا رب كاسياس، يا رب كاسياس، يلا. اوكي. عندي اللاعب هذا، ها؟ اكيد عندي، مستحيل ما عندي. لا هذا منه يا ولد، بارك جي سونغ، هو عامة كان حلو يا شباب بس هسه ما استفاد منه انا الصراحة، ما اريده. نرجع للايكون مومنت، نقول بسم الله ويا رب، يلا يلا يلا. انا عندي مشكلة بالايكون مومنت، يعني صعبة يطلع لي. تونالي ما اريدك يا تونالي. نفتح لاعبين اسبوع يا شباب، يلا بسم الله، نقول واحد يا رب محمد صلاح. يلا وين راح يروح؟ وين راح ينزل؟ ينزل 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 بالبرتغال، يا الله ما اعتقد راح يجينا لاعب الريده الذهبي، فابيو فييرا ما يفيدني اكيد. نرجع يا شباب للايكون مومنت، يلا بسم الله. راح اتعب وما راح يطلع لي شيء. فيران توريس حلو، بعد مره، يلا بسم الله يا رب، يلا.
ما اريدك يا ولد سيلفر. باقي لنا 600 كوينز يا شباب. يلا يلا اوهو شكلنا ما راح نحصل الايكون مومنت اللي نريده. انجلترا خلاص يا مصطفى، يعني من راح يطلع لك حارس؟ خلنا نفتح واحد من اللاعبين الاسبوع بعد مره. يلا يا رب يا رب صلاح، يا رب صلاح يا رب صلاح. اذا طلع صلاح جيد. يلا 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 صلاح. محمد يا محمد اسبانيا الله. بس لا بيكي حارس ديفيد سوري يا شباب، ما استفاد منه الصراحه هذه المره. يلا يلا اوه عندي مشكله بالايكون مومنت يا شباب، ما يجي ديمبلي. اوب عثمان باقي لي 3 باكجات، فخلنا نروح افتح الاساطير. طبعا صعبه بعد راح يطلع لي لاعب اتوقع ماكتوميني. يلا بعد مره كاسياس، اريد كاسياس يا شباب، كاسياس جيبوا لي كاسياس. يلا 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 اوهو الحظ اليوم شويه متعثر. يلا بسم الله يلا يا الله. اوه اريد كاسياس يا حبيبي، اريد كاسياس. طبعا صار عندي لاعبين بالهبل والله، عندي تشكيله اصلا ما جاي احولهم مدربين، لازم احول لاعبين مدربين حتى اتخلص من بعضهم. طلعوا لي الايكون يا حبيبي او الليجند، هنا ليجند مو ايكون. يلا ليجند يا رب. 162000 ما بقى لنا يا شباب غير 6 باكجات. يا الله شكلنا ما راح يطلع لنا شيء. يلا 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 اوكي يلا بسم الله. يلا 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 يا رب. ما راح يطلع شيء يا شباب، ما راح يطلع شيء. خلينا نرجع للايكون، خلينا نرجع للايكون شويه. لاعبين الاسبوع ما راح افتح، بعد فتحت 2 كافي. خلينا نفتح 300 كوينز عندنا يا رب. كاكا 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 يلا يلا يا الله. بعدين هالاند اوف، ما عندي هالاند ها، يمكن ما عندي. يلا يلا يا الله ايكون مومنت يا حبيبي، اريد ايكون مومنت. فابينو اوف خلاص باقت لي 100 يا شباب، انا شاحن ما اصرف غيرها، ما اشحن بعد. يجي اللاعب يجي، هلا بي ما يجي خلاص. ايش رايكم نرجع نشوف ذولي؟ عندنا 3 باكجات ممكن نفتحها منا يا رب. كاسياس اريد كاسياس، اريد كاس يا رب. يلا يلا كاسياس 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 كاسياس. يلا حارس الحارس ارجوك يا الله. ماكو الحارس ما جاي يطلع. عندي يا ولد عندي روماريو، عندي هذه النسخه الثالثه ما ادري الرابعه من عنده. كافي كافي ما اريده. افتح بعد مره. يلا 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 خلاص ما راح يطلع لنا كاسياس للاسف. اخر باكج يا شباب من الايكون مومنت، خلصت الجي بي اللي عندي، صرفت كل الجي بي. يلا بسم الله روح. خلاص ما جبنا كاسياس، حرام. حظ الاسبوع اللي راح كان الحظ اقوى بهواي، هواي فرق بالحظ يا شباب، كان حظ جدا قوي الاسبوع اللي راح. اخر باكج راح افتحه خلاص، اجى اجى ما اجى يا حبيبي خلاص. يلا بسم الله وروح يا عمري روح. يلا 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 ما طلع لنا كاكا يا شباب، ما ادري والله يعني ليش بهالصعوبه هذه. اوكي 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 منو هذا؟ منو كره سوداء؟ ابراهيموفيتش. يلا هلا ابراهيموفيتش، خلنا الفريق يجي يا شباب، ما عندنا ابرا. اوكي يا شباب للاسف كاكا ما اجاني، كنت اتمنى يجي لنا كاكا بس ما اجى. خلينا نشوف تشكيلتنا كيف صارت ومنو عندنا. رومانيجا اعتقد المفروض هو يكون احتياطي عندنا. كم نسخه من روماريو صارت عندي؟ اوكي نصعد رومانيجا. رومانيجا تفضلوا اكثر؟ اوكي اكيد رومانيجا تفضلوا اكثر. تعال اصعد كلها مهاجمين يا حبيبي. والله تشكيله حلوه لابس بيها، بس كنت اتمنى كاكا يجي. كم لاعب راح احوله الى مدرب؟ خلينا نطور شوي بلاعبيننا، يعني مثل روماريو هذا يا شباب اريده مدرب، هذا بعد مدرب ما محتاجه انا. اي لاعب متكرر تقريبا. اوكي روماريو نقدر ناخذ مكانه لاعب، بس خلينا نشوف يا شباب قبل لا نحول، قبل لا نحول خلينا نشوف نقدر نجيب لاعبين اللي متكرر. ما اعتقد نقدر ناخذ اللاعبين المتكررين مثل بيس الاصليه، يعني بيس بلاي ستيشن عليه يا شباب. فراح نحول كم لاعب الى مدربين وراح نطور بهم اللاعبين اللي عندنا. روماريو عندنا هذول نسختين نطوره، هذا بعد حوله. بيكنباور والله لازم اطوره واحاول اطوره على الار بي. شو يقولون؟ حولت لي يا شباب كم لاعب الى مدرب، خلينا نشوف منو اللي راح نطوره. خولت اريد اطوره، وعندنا بيكنباور بعد اريد اطوره مع اوليفر كان. هاي التشكيله الاساسيه اريد اطورها بالكامل. اول لاعب بيكنباور يا شباب راح اطوره. اوكي اخذ نقاط يا حبيبي، اخذ اخذ. يلا بسم الله خلينا نشوف كم راح يصير بيكنباور. ليفل 19 صار عندنا 95 طاقته، رهيب. نشوف اذا عندنا حارس نطور به اوليفر كان. للاسف ما عندنا حارس، بس راح ناخذ كم نقطه عندنا هنا يا حبيبي وروح يا اوليفر كان. يلا خلينا نطوره يا شباب، بعد هو حارسنا الاساسي. كاسياس ما طلع لنا للاسف. اوكي وصل ليفل 17 طاقته 93 اوليفر كان، نقدر نرفعه بعد شوي بس خلينا نزيد. خلت 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 اتوقع يجيب ال 94 95 ان شاء الله يجيبها، بس بمركز خط الوسط اكيد ما راح يكون يا شباب نفس مركزه من يلعب كام، فراح يصير عندنا خلت يلعب وسط. ما اريد اغير التشكيله مالتي، اذا تردون اغيرها اكتبوا لي بالتعليقات. صار 94 بعد ما قبل.
مضبط، ممكن نزيده. يلا يا رب يصير ماكس. اوكي اوكي قريب من الماكس. خلك خلاص، ما راح اطورك بعد. يلا روميني جي راح يفول ان شاء الله. راح نطور بطاقة روماريو، وبعد مولر عندنا يا حبيبي وايجو اسباس مولر، اتوقع راح ينفجر عندنا رومينيجي. فنقول بسم الله وخلي نشوف ايش قد راح يتطور عندنا اللاعب. ماكس خذوها مني يا شباب، ماكس راح يصير تمام. ماكس اوكي ان شاء الله يجيب الماكس يا رب. اوف ليفل 20 جاب 95، خلينا نطوره بعد. ماكس يا حبيبي ماكس 95 رومينيجي، حلو. اوكي شباب خلينا نشوف تشكيلتنا بهذا الشكل. تشكيلتنا عندنا اوليفر كان 93، كولت صار 85 بهذا المركز، اذا نحطه كامل راح يجيب مركز او طاقه اعلى. فنغير تشكيله، لو لا لازم اغير مدرب. اذا اريد اغير تشكيله اذا اريد اغيرها لازم اجيب دي ام اف وسي ام مع الاي ام اف يا شباب او الكام. فصراحه ما اريد اغير، خليها بهذا الشكل. التشكيله عندنا حلوه ورهيبه. فبس والله كنت اتمنى لو يجي لي كاكا، كنت اتمنى اليوم اضبط تشكيلتي يا شباب، بس هذا اللي صار. يلا ما محظوظين، ما اريد انا اشحن مره ثانيه على مود كاكا. اذا هذا الاسبوع الجاي ان شاء الله اذا اكو لاعب قوي نشحن على موده ونجيبه باذن الله. فبس والله لايكاتكم اشتراكاتكم تنبيهاتكم، شكرا للمشاهده، في امان الله.